للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف ننطاك رئيس قسم التقارير في الشبكه السوريه لحقوق الانسان الاستاذه سميه حداد. اهلا بكم استاذه سميه. يعني فشل مجلس الامن امس فشل في عقد جلسه غير رسميه لمناقشه اوضاع حقوق الانسان في سوريا لا سيما في الغوطه الشرقيه. كيف تقيمين اداء المجلس في سوريا لا سيما فيما يتعلق بالغوطه الشرقيه؟ اهلا بكم. بدايه بما يخص عمل مجلس الامن، للاسف حتى الان لم يكن لمجلس الامن اي دور فاعل على الارض في حمايه المدنيين من الانتهاكات التي تحصل معهم، سواء باتخاذ قرار، وعندما اتخذ القرار في رقم 2401 لم يتم تطبيقه على الارض. قام المندوب الروسي بترجمة أو عفوا الحكومة الروسية قامت بترجمة القرار 2400 على هواها، ولم تقم أيضا وحولته إلى هدنة تستمر 5 ساعات، ولم يقم بتطبيقه أيضا على الأرض. وما نراه الآن على في الغوطة الشرقية خير دليل على عدم الاكتراث للقرارات الأممية من قبل الأطراف، سواء الروسي أم السوري في الغوطة الشرقية. نعم، مع استمرار قصف النظام وروسيا للغوطة، كيف تصفين الأوضاع الإنسانية في الغوطة؟ الأوضاع الإنسانية كما يراها الجميع، يكفي أن نقول أنه خلال 23 يوما منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401 وثقنا مقتل 788 مدني بينهم 140 طفل 79 سيدة. نعم، في ظل قرار أممي كل هذه الأرقام من المدنيين يتم قتلهم خلال في مساحة يعني تتقلص بشكل كبير بسبب هجمات القوات النظام السوري واستيلائها على المناطق. لاحظنا كيف أن الأهالي بدأوا يخرجون بطريقة غير مدروسة من المناطق إلى مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري الذي كان يقوم بقتلهم. هذا أكبر دليل على أنهم يهربون من الموت إلى الموت كما نقول. هناك تخوف أستاذة سمية، هناك تخوف على المدنيين الذين خرجوا من الغوطة الشرقية، خصوصا أنهم ذهبوا باتجاه مناطق النظام. هل النظام فعلا سيقوم بتوفير الوضع السليم لهؤلاء المدنيين الخارجين، أم أنهم سيكون هناك العديد من حالات الاعتقالات لهم؟ للأسف عمليات التهجير هذه كانت يجب أن تتم برعاية الأمم المتحدة، وإن لا تتم بهذه الآلية. لنا تجربة مع قوات النظام السوري فيما حصل بحلب سابقا، ورأينا كيف تعامل مع من خرج من أحياء حلب الشرقية. العديد منهم هم حاليا في عداد المختفين قسرا، لا نعلم أي شيء عن مصيرهم. هناك من قاموا بدمجهم في مناطق أخرى، هناك من قاموا بإرسالهم إلى إدلب أو المناطق الشمالية، مع أنه يجب أن يخير من يقوم من يهجر، يجب أن يخير إلى أي مكان يريد أن يذهب. هناك من قاموا بتوجيههم إلى الجبهات، لدينا إحصائيات عن من قاموا بتوجيههم إلى الجبهات في أحياء حلب. حاليا لا نعلم أو الصورة غير واضحة عما يحصل بما يخص أهالي الغوطة الشرقية، ولكن تجربتنا مع النظام واضحة وتوقعاتنا تشير إلى أنهم لن يكونوا ربما أفضل حالا بكثير مما كانوا عليه داخل الغوطة الشرقية. نعم، الأستاذة سمية حداد رئيسة قسم التقارير في الشبكة السورية حقوق الإنسان كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.